تنتهي يوم غد السبت فترة عرض جداول الناخبين للدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرق، والتي بدأ عرضها يوم الأحد الماضي، حيث سيجري الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب في هذه الدائرة بتاريخ 7 سبتمبر القادم. وخلال اتصال هاتفي سابق، قال المستشار الدكتور علي عباس لشويخ رئيس لجنة الإشراف على سلامة انتخابي عضو مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرق، أن عرض جدول الناخبين يهدف للتأكد ومراجعة إدراج اسم الناخب على قوائم الناخبين. عرض جدول الناخبين ابتدأنا فيه من تاريخ 21 يوليو وبتنتهي الفترة إن شاء الله غدا. هذه الفترة مهمة للناخب من أجل أن يتأكد أن اسمه موجود، بحيث إذا لم يكن اسمه مدرج يستطيع التصحيح أو الإدراج أو الاعتراف كذلك. طبعا هذه الطريقة يستطيع من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال الحضور الشخصي إلى اللجنة الإشرافية. في خلال هذه الفترة إذا وجدت اعتراضات من الشخص للاعتراض أو التصحيح، اللجنة 3 أيام للبدء في الطلب، إما بالموافقة أو الرفض. إذا تم رفض الطلب لهذا الشخص يستطيع أن يطعن أمام المحكمة الاستئناف العليا خلال 3 أيام من رفض اللجنة الإشراف، والمحكمة لها 7 أيام حتى تجري الطعن.